تعالوا شوفوا خط سير الحلقه هيبدا ازاي. بما ان لو شفناش لا فري لا لحمه ولا فراخ ولا سمك هنقول الحلقه سهله، بالعكس فيها شغل كتير قوي على فكره وفيها خبره طهويه. هنبدا بالمسقعه، مسقعه القرنبيط بالطماطم، هنعملها النهارده هيلسي بطريقه صحيه وصيامي. طبق ده صيامي وصحي 100%. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. قرنبيط وصوص طماطم، بصل وتوم وشويه بهارات محترمين كده مع الكمون بتاعنا اللطيف، وعايزها سبايس شويه بالفلفل الحار الاحمر والاخضر، والمقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. اكتبيها ورايا او سجليها بالتليفون، ازاي اعمل طاجن قرنبيط مسقعه بطريقه بسيطه وسهله. ولكن المغازي كالعاده له تركايه وله كده طبعا معلومه غير معلومه، ان انا عايز القرنبيط ده يشرب الفليفر والطعم مش بس اشويه، فانا اعمل له خلطه كده طشه لطيفه من الكزبره والكمون والتوابل واحطها عليه واقلبها وادخله الفرن يتشوي. احنا مع بعض كده خطوه خطوه. معلقتين من زيت الزيتون ونحطهم على النار، مش هحمره في الزيت، القرنبيط دايما بيقول لك طعمه حلو لما نحمره في الزيت وياخد الكفر بتاعه بيض او بقسماط او نشا ايا كان. دي معلقه زيت زيتون صغيره كده، بنحط فيها بصلايه ناعمه، فص توم حلو، وشويه البهارات الحلوين. القرنبيط له مشاكل يا شيف مغازي، مع ان بيعمل لنا انتفاخ، اللي معاه مشكله مع الكولون مش بياكل منه. ربنا سبحانه وتعالى يعني طبعا نعمه علينا لا تعد ولا تحصى. يعني القرنبيط والفول والبقوليات لهم مشاكل، يوم الكمون هنا وجوده عامل مهم جدا، يعالج كل المشاكل ديت، بس احنا نستخدم الكمون صح. نستخدمه ازاي؟ الكمون لما بنحطه في طبق الفول وهو بيغلى على النار بيبقى مبرر الفول. بنحط الكمون على الطحينه وهي على النار بيتبرر الطحينه، نحط الكمون على السمك ويغلي في قلب السمك يبرر السمك. نحط الكمون في قلب الخلطة بتاعة القرنبيط يبرر القرنبيط. الكمون دايما يترش على الأكل بعد ما يطلع من النار عشان ناخد الفليفر والطعم بتاعه. بصلاية وتومة زي الفل كده، الطشة الحلوة دي كده، بحط عليها كزبرة خضرة حلوة دي كده، الله، بحط عليها عود شبت حلو كده. وعلى فكرة الشبت برضو بيطرد الغازات، فممكن نستخدمه بس بحرص شديد جدا لأنه بيسرق الطعم، خلي بالك. كزبره خضراء، بصله، توم على النار، زيت زيتون، ناخد شويه الشبت دول، خلص الكلام، نقلبهم كده مع الخلطه دي. الخلطه دي على فين يا عم الشيف؟ على القرنبيط، وهندخله الفرن دلوقتي يتشوي. حلو، اكثف شويه زيت الزيتون. مسقعة القرنبيط بالطماطم، مقاديرها على الشاشة شفناها، وأنا عينيا وأنا بقولها كمان أهوت عشان أنا عارف في حبايبي بيجوا ممكن متأخرين وملحقوش المقادير على الشاشة. معاك قرنبيطية حلوة بتشتريها من السوق بيكون لونها أبيض لطيف وحلو. القرنبيط يتغسل إزاي يا مغازي؟ القرنبيط يتغسل في مية من الحنفية، تنقعيه في المية فترة طويلة عشان تتخلصي من الأتربة والعوامل الجو طبعا، القرنبيط، الكرنب، الحاجات دي كلها. ادي الخلطه اللطيفه بتاعتي جاهزه زي الفل. معانا اتصال؟ طيب زي الفل. المقادير كمان على الشاشه، الله يكرمك، المقادير على الشاشه صوريها واكتبيها ورايا عشان الطبق ده صيامي وهيلسي. احنا بنعمل كل يوم مع بعض طبق صيامي. الطاسه بتاعتي اهي زي الفل اللي انا هشوي فيها القرنبيط. باخد الخلطه اللي انا عملتها دي كده بسقطها على القرنبيط بالشكل ده كده اهو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو زي الفل. نقلبه بايدينا كده، القرنبيط هنا مبسوط، شرب الكزبره الخضراء، التومه، زيت الزيتون، الموضوع اختلف. هتيجي تقولي لي دلوقتي افتكاسه بقى، يعني شوف بغاز ما كنا رشينا عليه الخضره دي كلها وشويناه ودخلناه، لا الموضوع يفرق. هنا البصلايه هنا مش نيه، البصلايه لو حطيتها على القرنبيط هيتن طعمها ني وترجع تاكلها في اكل الطبق تلاقيها مصننه كده وريحتها مش حلوه خالص. اهو شفت القرنبيط بالشكل ده كده، هنحطه هنا وهندخل الصينيه دي يا عم الشيف الفرن. اللهم صل على النبي. كده انا حضرت القرنبيط ان انا اعمله مسقعه وهربت من ان انا احمره في الفرن. حلو الكلام. شويه ميه سخنين كده،
نحط عليهم شوية ملح وقلبهم كده. وعلى فين يا شيف؟ هنا. يا ويلي يا ويلي، البخار اللي هيطلع ده بيساعد على تسوية الأرنبيط. درجة حرارة الفرن عندي 180. اللهم صل على النبي. افتح يا سمسم. خلصت المسقعة. هنجهز صوص الطماطم الحلو ونسبكه على النار. تبص على الحلاوة دي، تبص على خير الريف المصري والصعيد المصري. الأرنبيط زوقناه ودلعناه في قلب الكاسرولة، هنشويه في الفرن، يطلع بعد الشوي نطبقه مسقعة. ناخد غلوة بالشكل ده كده ونسيبها على النار، نكسب وقتنا. حلو الكلام؟ للتفاصيل الأخيرة لعمل مسقعة الأرنبيط من غير لا لحمة ولا فراخ. الأرنبيط اتشوى. الكل كان بيقول لك الشيف المغازي حط الطشه ليه على الارنبيط قبل ما يدخله الفرن؟ عشان في هنا محطه اسمها محطه الابداع. الارنبيط لغايه دلوقتي هو سلطه، ممكن نعمله سلطه الارنبيط بالطحينه تبقى جميله. ارنبيط مشوي هتاخديه زي ما هو كده وتعمله صوص طحينه وتغرقيه فيه، يبقى ارنبيط مشوي بالطحينه. دي طريقه. الطريقه الثانيه زي ما هو كده سلطه، بتحط عليه شويه زيت زيتون وعصير ليمون، بقت سلطه الارنبيط بزيت الزيتون وعصير الليمون. افكار انا بديها لك، كنت حره بقى. حلو. مش لازم تعمليه مسقعه يعني، مش لازم تعمليه مقلب البيض والبقسماط كل يوم. ناخد صوص الطماطم المعتق ده، في زعتر، في روزماري، في توابل لطيفه وجميله من البهارات، الملح والفلفل. الله، اهو طبعا ده لازم يخش الفرن دلوقتي. طريقه تانية بقى، عايزه تعمليه باللحمه المفرومه، هتجيبي شويه لحمه مفرومه مع الصاجين، باين عندك من فطاير، باين عندك مثلا كنت بتعملي حشوات لمحشي ولا حاجه، وعندك شويه مفروم مفيش مشكله. ناخد بقيه الارنبيط كده نحطه على الوش. طعم الكزبره فيه، طعم التوابل بالشكل ده كده، رشه الكمون الجريئه اللي هتعالج مشاكل القولون. اللهم صل على النبي. تعالي زي ما هو كده. النظافه يا عم الشيف اول باول في ايدك. حلو وهيلسي. صوص الطماطم الحلو ده كده. درجه حراره الفرن عندي برضو زي ما هي، ده هيخش الفرن دلوقتي. بس خلونا ايه برضو ندلعه كده. طرنش طماطم، شوية فلفل حار سبايسي زي الفل. نظافتك يا عم الشيف أول بأول. هنعمل إيه هنا بقى مع بعض؟ حاجة لطيفة كده وإحنا واقفين مع بعض. صينية الأرنبيط، بنحط العود الروزماري ده على الوش كده، معايا فلفل زي ده كده أهو، لأن الصواني أو الطواجن عشان تفتح الشهية هي بتبقى من جوه طعمها حلو، فلازم الطاجن يبقى ايه؟ عليه جرنش كده. والفلفل ده لما يتشوي دلوقتي ما اقولكيش. حلو. معانا فلفل اصفر زي ده كده. الحاجات دي مطلوبة يعني اهو. بالشكل ده كده. الله عليك يا عم الشيف. زي ما هي كده في درجة حرارة الفرن عندي. نفتح نبص على الشوفان، نبص على المافن، هو ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا دي مكانها. يلا أرنبيط مسقعة بتكنيك عالي من المطبخ الصحي، ومعانا شوفان بالقرع العسلي زي الفل. اقفل يا شيف، اقفل الفرن. الله، ايه الصورة الحلوة دي؟ الصورة الحلوة من قلب الفرن تتحدث عن نفسها. الأرنبيط أطلعه وهو جاهز، وعندنا المافن كمان عايز شوية وقت. خلينا نطلع الأرنبيط كده نبص عليه. وأنا شغال في البوريك بتاعنا، الفلفل طبعا الألوان الجميل. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ممكن يقعد في الفرن شوية كمان؟ ممكن، حسب الرغبة.